عالم المصريات. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكم واهلا بقى بكل الاتيكيت وبضيفكم العزيز. ميرسي دكتور بسام زي ما كلنا بخير وبركه ونعمه والله احنا في منحه جميله يعني الحمد لله. اهم حاجه ماما عامله ايه دلوقتي يا دكتور؟ كلنا بخير الحمد لله. دكتور هي كويسه جدا وبتشكر كل الناس الجميله اللي سالت عليها من الاسبوع اللي فات. واحنا دلوقتي بيشاور لنا ماهر عواد وازهر محمد عاوزين يسالوك عن صحه الوالده. ربنا يبارك لك يا رب. هي زي الفل وكل المستمعين العظام هي بصحه عظيمه الحمد لله واحنا في منحه من الله سبحانه وتعالى وكلنا كويسين. هجيب ايه بقى الماما يا دكتور؟ على فكره بصي بقى انا بقالي 40 سنه بجاوب اسئله في حياتي وشغلي ايش هي سر التحميض وايش بان الهرب ازاي وصوت عنخ امون مات ازاي؟ معنى كده انك عايز تجاوب عليك وقتها. لا انا عايزه انا عايزه بس اقول حاجه لدكتور بسام ان تخصص دراستي الاساسيه اصلا ليسانس اداب وتربيه قسم جغرافيا والدراسات العليا بتاعتي كانت في جغرافيا البشريه وخدنا في التاريخ على فكره كان ليه باع كبير جدا معايا في ماده التاريخ وحبي ليها على فكره. المهم هتجاوب تقول ايه جبت ايه الماما؟ بصي انا الافكار بتقعد تجي لي كده كل سنه عشان بحب اجيب الحاجات اللي انتوا عارفينها. انا راجل خارج الصندوق اصلا يعني ايوه بفكر كده. لكن انا لو بيجي اعمل لها مستنسخ من القناع الذهبي بتاع دوس عليه. سلام على الكلام. الله انا بفكر ومين ده اللي يعرف يهدي يقول حاجه يعني بالاحقيه بتاعتها احنا لما نجيب الدنيا كلها. صحيح يا دكتور بيس. كان في احتفال بعيد الام زمان يا دكتور؟ الام في مصر القديمه طول الوقت المصر القديم في احتفال بيها. عندنا كم نصوص لا تتخيلوها عن الاخلاص والوفاء. الاب يقعد مع ابنه يعدد له مناقب الام ويتكتب الموضوع ده كحكمه وتاخدها المدارس في مصر القديمه يعلموها عبر المراحل حتى لما وصلت عندنا احنا. مش عايز اقول لك في عالمه في جامعه السوربون اسمها كلير لاروي بترجمه على المصريات بترجمه نص الحكيم مصري القديم من الاف السنين وهو بيقول لابنه احمل امك كما حملتك وضاعف لها الخبز هي التي وضعت ثديها في فمك ثلاث سنوات. الفطام زمان عندنا مصر القديمه كان ثلاث سنين من سنتين. سبحان الله يعني الاديان كلها بتدعو لده يعني شوف حاجه يعني عجب يعني. وبعدين يقول له ايه بقى؟ الاب يقول لابنه ايه؟ يقول له وهي التي اصطحبتك الى المدرسه. برضه نفس العاده المصريه بتاعت الام تلاقي الام المصريه الصبحيه الساعه 6 الصبح شاده ماشيه وراها كل العيال بتاعت الحته وواخداهم على المدرسه كلهم او راجعه او راكبه العربيه والعيال كلها فيهم. فهي التي اصطحبتك وهي التي اعطت للمدرس مقرراته. يعني هي اللي ادت المهيه للمدرس. دي مسؤوليه الام على قديم الزمان يعني. انت متفكره لما بيبقى في مدرس بين كده فالام والام تروح تسال اخبار ابني ايه وبنتي ايه؟ وبعدين راح يقول له ايه بقى من الاف السنين جدك الحلو الجميل بقى؟ تبص تلاقيه راح قايل ايه؟ وحايل وهي اللي اصطحبتك الى المدرسه وهي التي هنا بقى ايه هي اللي اصطحبتك الى المدرسه نمره واحد. ثم راح قايل لها ايه له ايه بقى؟ وهي التي لم تتقزز من تنظيف قرافتك عندما كنت صغيرا. وهي لم تسال لنفسها لماذا افعل هذا؟ الام بيعدد مزايا الام هتسال انا بعمل كده ليه وليه؟ صح صح. وبعدين يروح مصحيه بقى يروح مصحيه يقول له ايه؟ فاذا وجدت لنفسك زوجه لو لقيت لو رحت اتجوزت فلا تهجرها قصده على الام لا تهجر الام طبعا الوصايا لانك اذا فعلت ربما حينئذ تنهمر الدموع ولانك اذا فعلت ربما ترفع يداها شاكية للسماء وحينئذ تستجيب السماء لشكواها. المصري من اكثر من 3-4 آلاف سنه
وجدنا الحنيف وسيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام من احق بصحبتي امك ثم امك ثم امك يعني فطبعا عليه افضل الصلاه والسلام. الهدايا فن الهدايا بما ان احنا معانا الدكتوره شيرهان دسوقي خبير الاتيكيت المعاصر يا دكتور بنقول فن الهدايا هناك يعني في الايام بقى الاجدادنا الجمال والشياكه واللباقه يعني كان فن الهدايا عباره عن ايه الهدايا دكتور؟ واعظم هديه من وجهه نظرك اتقدمت كانت ايه؟ شوف يعني احنا بنتكلم على الام اللي بتحضرني هنا على طول هي الملكه الرائعه في عهد حتب وهي ابنها في عهد مصر اللي احنا نسميه احمس. احمس هذه الام الرؤوم العظيمه ما كانتش ام احمس بس ما كانتش ام كامل بس كانت بجد وبحق ام المصريين وقتها لان زوجها قتل في حروب الاكسوس حروب التحرير حروب الاكسوس دي الشعب الجيش المصري بيحاول يحرر الشمال بتاع مصر من ناس شداد البأس اقوياء احتلوا الشمال 108 سنه فانت بتتكلمي على حاله مع مصر بتعدي عليها حاله حساسه. طيب مين هيقود البلاد؟ مين هيقود الجيش؟ ولادها لسه صغيرين مثلا فبالتالي تبقى هي وصيه على الملك وتقود فقاده الجيش وقاده البلاد وجمعت الفارين على حسب النص القديم مجيول وجمعت المعارضين تحت رايه واحده وقاده البلاد قدمت لمصر كانوس حارب مات قدمت لمصر احمص كبر اتعلم العجله الحربيه واتعلم الحصان وعلم الجيش المصري نفس الحكايه وريد به يقود الجيش المصري لتحرير البلاد تماما من هذا الطاعون كما اطلقوا عليه. بعد كده عرفنا ان هي حتب توفيت عن سن 84 سنه وده سن كبير جدا في مصر القديمه. وقدماء المصريين يعني عاشت كانت يعني عاشت لسن طويل. فيعمل ايه بقى احمص؟ راح عامل لها حته نص اسمه عادل الكرنك حيوا سيده البلاد اسموا على سيده البلاد امدحوا سيده البلاد هي التي تعرف مصر هي التي بيقول على امك هي التي تعرف مصر وراح اداها كام هديه لقيناها جوه المقبره بتاعتها ومنها افخم واقوى تقدير الذي هو عباره عن نوط الشجاعة العسكري الذهبي وبالتالي تصبح يا حتب أول امرأة في التاريخ بتنوط نوط عسكري ماذا؟ خلت اسمها صح دي أقوى هدية ممكن يعني أفكر فيها موثقة من ابن لأمه في مصر وحضرتك بقى تقول ايه لكل ام وكل امراه بما ان احنا في شهر مارس شهر المراه وشهر الام كلمه من حضرتك تقولها لكل امراه وكل ام يا دكتور هو انا بقول لكم انتم عماد الخيمه الكبيره اللي احنا عايشين فيها انتم الاوتاد وانتم العماد وانتم العمر وانتم كما كان يقول والدي لوالدتي كما يقول لها انت ملكه هذا البيت جميل انت الملكه بتاعت البيت ده انت البيت ده الملكه فالى كل الرجال اعطوا زوجاتكم واخواتكم وبناتكم وكل دول ادوهم الحق ان هم يبقوا على مستوى كبير في الشخصيه وفي نفس الوقت ادوهم تقديرهم المناسب والاكثر من المناسب لان على مدار عمري انا بقى شخصيا لما كنت بشوف السيدات عامه في اي ظرف يبين قوه الانسان فكانت المراه المصريه تتعلق و الشخصيه بتبان قدامنا ازاي بايه ده حقيقه فالى كل امراه اخيرا اقول احنا بجد هينقصنا حاجات كتيره جدا جدا لو ما شاركتوش فشاركي في كل اوجه المجتمع وشاركي بجد كما فعلتي على مدار التاريخ. بنشكر عالم المصريات بسام الشماع شكرا ليك والف سلامه لوالدتك ونطلع فاصل مع بعضينا.